مشاهدينا الكرام، والحديث أكثر عن المشهد الانتخابي ينضم إلينا من قصر الشاهد في محافظة الأنبار الشيخ أركان خلف الطرموس، شيخ عموم قبيلة البومرعي. مرحبا بك فضيلة الشيخ إلى نشرتنا الرئيسة. شكرا على تلبية دعوة الحوار. الكل يعرف أن الانتخابات المقبلة كلمة العشائر، وهذه الكلمة سيكون لها دور كبير في اختيار من سيمثل العراقيين، لا أقول محافظة بعينها، في البرلمان المقبل. أولا، تعتقد أن المهمة عليكم ثقيلة في أن تختاروا الأكفاء وتحثوا على أن يكون الأكفاء هم المتصدرون للمشهد؟ أهلا وسهلا، نشكر لكم ولقناة دجلة اللي عودتنا دائما تسليط الضوء على القضايا المهمة والحساسة في محافظة الأنبار. واليوم احنا مثل ما تفضلت، المهمة ثقيلة جدا على العشائر اليوم، ومجتمع الأنبار لا يخفى على أحد، هو مجتمع عشائري ومجتمع قبلي، وللعشيرة أيضا كلمتها ولا يخفى على أحد. يعني هناك طابع الانحياز نحو المرشحين اللي هم من عشائرهم، يعني الناخب اليوم من عشيرة البومرعي يريد ينطي صوته، لكن احنا اليوم لكوننا أكاديميين ولكوننا يعني عملنا في مسلك الدولة ولكوننا نعرف العملية الانتخابية، وأنا كنت مشارك في الحكومة المحلية في الأنبار لدورتين سابقة، يعني ردنا نتوسط إلى أن نتوصل إلى أن يكون الأكفأ والأفضل أن يكون تحت قبة البرلمان. نعم، الانتخابات اليوم والتنافس في الأنبار نعم. شديد بين عدة أطراف، وإن شاء الله اليوم تم عقد المؤتمر الموسع الكبير لقبيلة البومرعي في مضيف القبيلة في مدينة الرمادي، واجتمعت البومرعي اليوم على ترشيح الست بان المرعاوي عن الدار الانتخابية الثانية الثالثة في الحبانية والخالدية، وكذلك ترشيح الأستاذ المهندس ياسين هادي بدوي عن دائرة الانتخابية في الرمادي. هذا العمل لم يأتي من فراغ، إنما أتى من جهد جهيد نحو توحيد وجهات النظر، لأن هناك عدة مرشحين، لكن اليوم ردنا لم الأصوات وعدم تشويه تيت هذه الأصوات، وردنا اليوم تحشيد كل الطاقات من أجل أن يكون هناك إجماع كبير على أفضل المرشحين، وأن تكون للعشيرة مشاركة كبيرة في هذه العملية الانتخابية. وحتى اليوم لأن وصل بين الحد بأن الناخب متردد بين عدة أطراف، هذه احنا اليوم كل مرشح من المرشحين سواء كان مستقل أو تابع إلى أحد الأحزاب، احنا اللي نفضله أن يكون هذا المرشح هو المرشح الكفو واللي عندنا به ثقة. والحمد لله اليوم قبيلة البومرعي بقيادتنا قدرنا نتوصل إلى أن نرشح الأكفى والأفضل، واليوم الست بان عبد الرشيد المرعاوي فرصتها كبيرة، وأعتقد اليوم فرصتها في الدائرة الانتخابية الثالثة أعتقد بعون الله ضمن التحشيد اللي قمنا به ستتصدر المشهد برقم واحد، حتى يعني أعتقد ستكون منافسة للرجال بأصواتها نتيجة التحشيد المناطقي. عندنا مناطق كبيرة جدا قد ما أجمعت بالكامل، وهم من أقربائها ومن عشيرتها، وهي يعني أختنا الكريمة تتمتع بسيرة طيبة جدا وبثقة، وإلها ماضي طيب مع أهلها ومع ناسها، وهي الأقرب اليوم اللي الناس تريد من هو أقرب إلها ومن هو يخدمها ويقدم الخدمات إلها ويكون إلها خير ممثل في البرلمان. كذلك الأمر في الدار الانتخابية أيضا في الرمادي أيضا هناك إجماع، والحمد لله اليوم تشتيت الأصوات لن يكون هناك عندنا في هذه العشيرة بعد الجهود اللي قمنا بها، وكانت المهمة صعبة جدا من خلال مناقشة كل المرشحين ومناقشة برامجهم الانتخابية، وقدرنا أن نتوصل بالإقناع إلى أن يعدلون، وأن الكل اليوم متأيد المرشحين اللي اختارتهم العشيرة، وإن شاء الله سنراهم قريبا في سدة البرلمان. نعم، أرحب بك مجددا شيخ أركان خلف الطرموس في النشرة الرئيسة. شيخ أركان، كثيرا ما نسمع بأن ابن العشيرة غير قادر على الدخول في المعترك السياسي وغير قادر على إدارة السياسة لربما، كيف يمكن تغيير هذه النظرة في الانتخابات المقبلة؟ سيدتي العزيزة، يعني العشيرة هي قوة كبيرة في المجتمع، وخاصة عندما تكون العشيرة مثل عشيرتنا لها تنوع جغرافي كبير،
تجدين البومرعي في الحبانية، تجدين البومرعي في الخالدية، تجدين البومرعي في شمال بغداد، تجدين البومرعي في دائرة الرمادي. هذا التنوع اليوم وهذا التنوع الجغرافي أعطى للعشيرة قوة، واليوم العشيرة من خلال قيادتها ممكن أن تشكل رافد كبير نحو العملية الانتخابية، وتكون عندما يكون تعداد العشيرة 50,000 صوت وممكن تتوظف هذه الأصوات حسب اليوم القانون الانتخابي، وممكن تنحسب بحسابات جيدة. احنا حسبنا اليوم ما هي أصواتنا في الرمادي، أصواتنا بالرمادي أعطيت للمرشح المستقل الأستاذ هادي أستاذ ياسين هادي بدوي، اليوم الأصوات توصل إلى العتبة الانتخابية بعون الله. وأيضا حسبنا العتبة الانتخابية أو ما تحتاجه المرأة ضمن الظروف وضمن المشاركة أيضا تم حسابها حساب دقيق. عندنا بالعشيرة أكاديميين وعندنا بالعشيرة كفاءات، ونعرف مستوى المنافسة اليوم في الدار الانتخابية اللي بيها الستبان، عرفنا اليوم ستبان تنافس على مقاعد الرجال، وإن شاء الله أصواتها ستكون مقاربة إلى أصوات الرجال. هذا إجا نتيجة وجود خبرات ووجود ناس أكاديميين وقراءة للساحة السياسية في الأنبار. طيب شيخ، هذا على المستوى المهني، وأيضا على مستوى أنه التنافس الشريف. ولكن شيخ أركان، أنت تعرف بأن المعترك الانتخابي لا توجد فيه لا قيود ولا حتى قوانين ولا حتى أعراف، يعني حتى الأعراف العشائرية غائبة في هذا التنافس. مأساة العراقيين والمواطنين تحديدا هي التي تحكم. يأتيك مرشح ويقول للنازحين سأعيدكم وسأفعل وسأكون صوتكم، يأتي إلى أهالي المغيبين ويقول سأضع حدا لمعاناتكم. هذا التنافس غير الشريف واستغلال مآسي المواطنين. أولا تعتقد بأننا بحاجة إلى الحد منه؟ كيف تنظر إلى مثل هكذا شخوص يعتمدون الحيلة والخديعة في التنافس؟ أحسنت بهذا الطرح وأحسنت بهذا السؤال. نعم، اليوم أصبح السيد الكريم أصبح الناخب وابن الأنبار اليوم واعي من الوعود الانتخابية البراقة، وواعي من الوعود الانتخابية بالتعويضات، وواعي للوعود الانتخابية بعودة المهجرين واستغلال ملف المآسي وهو ملف النازحين. هذا اليوم كل هذه الأوراق قد انكشفت، وأيضا اليوم المواطن الأنباري يعني بغالبيته أصبح اليوم يجب أن يذهب إلى الإنسان الشريف، إلى الإنسان النزيه، لأن اليوم المواطن يريد شخص يمثله تمثيل حقيقي. واليوم الإنسان اللي أنا أشوف اليوم كثير من المرشحين مو على مستوى فقط دائرة الأنبار اللي يصرفون واللي يبذخون واللي يعطون أموال واللي يحاولون شراء الأصوات، اليوم المؤتمر الناس أصبحت عندها طلاع وعندها وعي من هذا الشيء. اليوم الناس تريد من هو يأتي من بينهم، يطلع هذا المرشح من أولادهم يحمل همومهم ويحمل، لأن الناس اليوم تعبت بعد هذه السنوات وبعد عدة تجارب انتخابية. أعتقد اليوم هناك وعي كبير، وإن شاء الله نتجاوز هاي المرحلة والناخب دي يصير أكثر وعي في كل مرحلة الانتخابية، دي يكون أكثر وعي وأكثر اطلاع بين اليوم ما تستغل مأساته، ما تستغل مسائل النازحين، ما تستغل مسائل، لأن هذه الأمور هي أمور بديهية وهي حقوقه. يعني ما أجي أساوم اليوم على حقوقه، لا بالعكس، أنا أقدم له برنامج انتخابي أقول له ماذا أعمل لك للمستقبل، ماذا أقدم لأبنائك، ماذا أقدم لمنطقتك من الخدمات. يعني ما أجي أستغل اليوم حاجات الناس من أجل غاية انتخابية. نعم شيخ أركان، أنت قلت بأن المواطن أصبح واعي، وهل تعتقد من وجهة نظرك بأن الوعي لوحده يكفي لمنع استغلال الناخبين والمواطنين من قبل المرشحين؟ أننا بحاجة إلى سن قوانين، هذه القوانين تكون قادرة على منع المرشحين من استغلال الناخبين. أحسنت يا أختي الكريمة. نعم، إحنا اليوم محتاجين إلى سن قوانين يمنع فيها استخدام المال السياسي ويمنع فيها استخدام نفوذ السلطة، وقوانين أيضا يمنع فيها استغلال
كل الحاجات اللي يحتاجها المواطن سواء في الأنبار أو في العراق. أنا دحكي على مستوى العموم، لذلك احنا بحاجة إلى سن قوانين تحكم العملية الانتخابية، وباتجاه أن هاي المعايير تقدم عملية انتخابية نزيهة شريفة حالنا حال الدول المتقدمة. وكافي اليوم المواطن يعني يجي المرشح، يعني اليوم المواطن أصبح المرشح اللي يقدم سواء يعني هدايا أو وجبة غذائية أو يقدم بطاقة رصيد، هذه الأساليب حقيقة أساليب مستهانة تهين المواطن وأساليب مجة وأكل عليها الدهر وشرب. واليوم الناس يعني حقيقة تنقد كل إنسان بهذه العقلية، يتصرف بهذه العقلية. أنا اليوم أأتي من عرض صليبة، أأتي من ناخبين يحملوني حتى أنا أدي المهمة باتجاه. وأعتقد اليوم المواطن العراقي على العموم والمواطن الأنباري على الخصوص أصبح اليوم الإنسان يبحث عن المواطن اللي يعني عن المرشح اللي يخدم المواطن. اليوم احنا نريد ناس تخدمنا ونريد ناس تقدم خدماتنا، لأن احنا اليوم من خلال الدورات الانتخابية، أنا دخلت دورتين انتخابية في مجالس المحافظات، يعني قدرت خلال هذه الدورات أنا أقدم مشاريع، وكنت رئيس لجنة أعمار محافظة الأنبار، قدمنا مشاريع وخدمنا الناخبين اللي قدمونا ضمن برنامج متكامل خدمنا بكل محافظة الأنبار. نعم شيخ أركان خلف الطرموس، شيخ عموم قبيلة البومرعي، كنت معنا من قصر الشاهد في الأنبار، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.